اهلا بيكم تابعين قناة ايمي. بصوا بقى، انا بجمع القشطة في قلب الفريزر عشان اعمل بيها سمنة يبقى عندي خير في البيت. طبعا انا بجيب كل 3 ايام 3 4 كيلو لبن، وبعد كده اسخنه على النار لغاية ما يعمل قشطة. اخد القشطة واقوم حطاها في علبة في الفريزر لغاية ما جمعت 2 كيلو قشطة زي ما انتوا شايفين كده. حطيتها على النار، وبعد كده هحط الملح، واول ما تسخن ههدي النار عشان اعمل احلى سمنة. فاحسن حاجة اللبن بتاعنا ما شاء الله فيه خير حلو، فانتوا استغلوا القشطة بقى وجمعوها زي كده في قلب الفريزر عشان تعملوا احلى سمنة عندكم. وكمان الخير بتاعها اللي هيفضل من قلب السمنة اللي هي المرتة هحطه عشان يعمل احلى طعم جبنة قديم. انا مرضتش ايه اعملها في قلب مضرب البيت، قلت اعملها على السخن عشان اللي هيتبقى هعمله على النار اللي هي المرتة، وبعد كده هحطه في البطرمان. انا حطيت طبعا ملح الهملايا عشان كده لونه بينك، وهقلب زي ما انتوا شايفين كده. ما بقعدش بصراحة، انا بقعد اقلب باستمرار، وبعد كده اول ما تسيح القشطة ببتدي بهدي النار عليها. بصوا لسه هي طبعا لسه مطلعها من قلب الفريزر فلسه جامدة. اول ما تسخن كده ببتدي اهدي النار عليها مع استمرار التقليب عشان المرتة تبقى تحت ايه كلها لون واحد، ما تبقاش ماسكة تحت في الحلة، وكمان عشان ما تسودش مني. اهي برضو رايحة جاية عمالة اقلب فيها ده كده، كمان على فكرة نار هادية مش نار عالية. يعني انا ما بستعجلش عليها، انا بحطها اول ما تفك من جوه الحلة كده وهي لسه متجمدة من التلج، وانا بوريها لكم اهو عشان تعرفوا ايه. في ناس كتير سألوني قالوا لي احنا عندنا قشطة ومش عارفين نعمل بيها ايه. بصوا بقى، ابتدت السمنة تطلع فوق الوش والمرتة تحت، برضو ما تستعجليش عليها، انا هوريها لك دلوقتي. اول ما تطلع كده بصوا بقت ازاي باينة اكتر السمنة، ما تستعجليش عليها. يعني كل اللي قال لي ورينا ازاي القشطة بتتسيح اهي، انا وريتها لك اهي عشان تبقي انت عارفة ازاي تعمليها، ما تستعجليش عليها. هنطفي النار بقى وهنسيبها شوية كده تهدى، وبعد كده تبصوا بقى دي الايه المرتة اللي طلعت منها. انا ايه غمقتها شوية عشان انا احطها على الجبنة القديمة. بصوا بقى، بصوا الجمال، طلع معانا كيلو وربع سمنة صافي. وطبعا المرتة زي ما انتوا شايفينها هنحطها في البطرمان الجبنة القديمة عشان ناكل أحلى جبنة قديمة. هحطها بقى، هحط الكمية، وكمان بصوا حتى فيها حبة زبدة، أنا ما بشيلش الزبدة كلها، بفضل يبقى في المرتة شوية زبدة عشان تدي طعم للجبنة القريش اللي أنا كنت حطاها في الجبنة القديمة، عشان تاكلي جبنة قديمة كده زي ما الكتاب قال. أنا هحط الكمية كلها، وحتى ايه فيها كل المرتة فيها برضو سمنة. شفت بقى، احنا من شوية قشطة ملينا البيت خير. وكمان جيبي في بيتك 3 4 كيلو لبن كل 3 4 ايام واغليهم وسيبيهم في الحلة كده تبرد، وحطيها في التلاجة عشان تجمعي اكبر قشطة ممكن. يعني في خلال شهر طلعنا كيلو وربع زبدة، وكمان ايه حيقنا البطرمان بتاعنا. بصوا هطلع لكم بقى، انا بقلب دلوقتي واطلع لكم بقى حتة جبنة قديمة كده واوريها لكم. املي بيتك بقى بالخير واعملي كده زي ايمي، ونفسي بقى تدعي لي دعوة حلوة. ولو عجبك الفيديو بقى ايه شيريه لحبايبك، ومنتظرة طبعا تكتبولي تعليقات حلوة زيكم. بصوا انا هطلع حتة جبنة اهو، حطها في الطبق عشان بصوا بقى ما اقولكمش بقى على الريحة، حاجة كده ايه فاخر من الاخر. اتمنى الفيديو يعجبكم وتعملولي شير ولايك وسبسكرايب مع ايمي، واشوفكم في رعاية الله.
اتفرجوا بقى على جمال والحلاوة.